كنا حاضرين بقوة، وهذا الفضل يرجع للشيوخ تاعنا اللي وين كانوا دائما معنا بيدعمونا بقوة في التحضيرات. وحنا تاني في الفترة اللي وين كانت حابسة على جال وباء كورونا خدمنا، وهذا هو الفضل تاعنا ان شاء الله. لما لا احنا السنة الماضية عملت بجد، وين الحمد لله وفقني ربي وين ترقيت الفئة الأكابر، وعاود هذه السنة عاود طمع أن راني نعاود نطمح إن شاء الله نعاود نولي بقوة ونتفر مكانة أساسية إن شاء الله.